المكاتب أخذها الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لأول مرة ما منكن سوا سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعتلوموني سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعتلوموني وغمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني وهب الهوى وبكاني الهوى لأول مرة ما منكم سوا طل من الليل وقال لي ضويلي لقاني الليل وضوى أناديلي طل من الليل وقال لي ضويلي لقاني الليل وطفى أناديلي ولا تسأليني كيف استهديت كان قلبي لعندي دليلي واللي اكتوى بالشوق اكتوى لأول مرة ما منكم سوا يعني حلو انه نحن سوا اهلا وسهلا فيك اول شيء يسعد صباحك بدي رحب فيك المطرب غياس خضر من طرطوس اليوم ضيفنا كمان الحمد لله على سلامتك واهلا وسهلا الله يسلمكم يا رب ويسعد يعني صباحكم اهلا وسهلا وقت بنشوف عود بنروح فورا للاصاله للحن الحلو للفنان اللي هو رغم كل الحداثه ورغم كل التطور ولكن بقي متمسك بعوده وبلحنه وبالقيمه الغنائيه السوريه اهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم مرة ثانية وعلى شاشتكم الأخبارية أنا بوجه تحية لكم كلياتكم وبتشكركم على الاستضافة الحلوة أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك عن جديد احكي لنا عن مسيرتك الفنية كيف بلشت فيها هلا المسيرة الفنية لما يكون الواحد طفل بيصيروا الأهل أول شيء يكتشفوا فيه شيء وبعدين المجتمع اللي حواليه يعني أنا من طفولتي كنت بصف رابع فكانت في مناسبة واختاروني انه انا بدي احكي شيء فيها ما كنت لسه بتغني لسه كنت صف رابع يعني بالبدايات فغنيت اغنيه الاداره كلها فرحت اصدقائي شجعوني كثير كثير وانا هيك يعني صرت اشوف حالي انه ممكن يطلع معي شيء فاستمريت تعثرت كثير بالبدايات تعثرت كثير وبعدين صرت يعني تعلمت العود تعلمت الكتابه تعلمت شوية من التلحين هلا التلحين له دنيا خاصة فيه يعني له دنيا خاصة فيه ولكن الحمد لله يعني بعد حالي أني أنا اشتغلت شيء فينا نقول المجتمع اللي شجعك أهلك طبعا اللي حواليك بالدرجة اللي الأولى الأهل بالدرجة الثانية الأصدقاء هدولي أنا بعدهم الجنود المجهولين بفني وبمسيرتي الفنية وبجهلهم تحية كثير كبيرة دائما الواحد هو يعني بيكون الداعم لأنه يعني صوتك حلو ما كثير بدنا نروح بالأحاديث بنحكي شوي وبنغني شوي بس ولكن ذكرت نقطة عود وأنا رحت بمجال التلحين قد ايه عطوك هدول القصص أو أثقلوا هي الموهبة عندك اليوم وقت اللي أنت بتكون ملحن الأغنية اللي عم بتغنيها بتكون مرتاح أكثر بتكون بتعرف كيف حتقطع يعني بالعرب وهيك قصص عندك أغاني خاصة بداية طبعا غلص؟ طبعا بس في شغله بدي انوه عليها التلحين انا لما بكون انا مغني وبلحن طبعا مثل ما قلت لك برجع بقول لك التلحين شغله كثير كبيره انا بعد الالحان اللي عم اشتغلها الحان بسيطه وليست الحان يعني بدايات خلينا نقول بدايات رح نقول بدايات اساسيات يعني التلحين شغله كثير كبيره لما الفنان المغني بلحن بيكون مرتاح باداء الاغنيه ونفسيا بالدرجه الاولى كيف حترتاح هلا باغنيه من تلحينك وكلماتك لنشوف اليوم قديش اليوم التلحين والكلمات بتعطي الفنان ثقه بحاله وقت اللي هو بيأدي ناطر عباب الدار عصفورة الوادي
شو جايبي أخبار من ريحة بلادي، ناطر عباب الدار عصفورة الوادي. شو جايبي أخبار من الحب عبادي، مبارح هنا وسرى كانت يا ورادي. ليلي لهيب ونار مو هيك بالعادي، ليلي لهيب ونار مو هيك بالعادي. لا 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 لا. دخل الله يا طيرات احكي لي المخبى، رفي وغردي لي اخبار اللي بحبها. دخل الله يا طيرات احكي لي المخبى، رفي وغردي لي اخبار اللي بحبها. احوالها كيفها ما ذكرت وليفة، احوالها كيفها ما ذكرت وليفة. والضيعة مع صيفا وأيام الحصادي، والضيعة مع صيفا وأيام الحصادي. لا 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 لا. الله يسلم هالصوت عن جد. بدنا نسألك، حضرتك شايف واقع الغناء هلا، شو هو المميز فيه؟ هلا بظل الحرب وبظل الأحداث وبظل اللي عم يمرق فيه الشرق الأوسط والعالم كلياته، في صعوبة بكل شيء. وأكثر عنصر بيتأثر يعني بالأحداث العالمية أو حتى بالأمراض بكل شيء، الفن بالدرجة الأولى بيتأثر جدا جدا، خصوصا الغناء. صحيح. لأنه حتى إذا أنا بغني اليوم الصبا مثلا أو الحجاز اللي هو يعتبر لون الحزن، بتفكرني الناس اني فرحان، يعني اني مبسوط. منيح. فالفن طبعا شغله ايجابيه، فالفن هو يعني معبر عن الفرح. لذلك اذا في امر خارج للطبيعه يعني، او مثلا اشكاليه او الاحداث اللي مرينا فيها والشهداء، فما فيني انا كون بالطرف الاخر فرحان او عم غني او شو ما كانت الامور تكون، فبدي اتعامل مع الوضع اللي انا مارق فيه واللي البلد مارق فيه، واللي هو مثلا انا غنيت للشهيد، غنيت للوطن، للجيش، لتراب الوطن، للشعب سوريا. هذا قولا واحدا، يعني بدنا نتعامل مع الوقت، نمشي مثل ما ماشي الاحداث والوقت. صحيح. وهي اهم كل فترة نقطه يمكن اليوم بنظره الاحترام للفنان. اليوم شفنا للاسف بعض الاسماء يعني تنحت جانبا بموضوع الفن، خلينا نقول حتى الاذواق تغيرت يعني. ولكن وقت نشوف حضرتك بعمر الشباب، ولكن ما رحت لعصر السرعه، ما رحت لتواكب اليوم الناس الذوق يعني، كان بالحفلات ان كان بالمهرجانات، وثبتت على شيء خاص لك يعني، حبيت تعمل بصمه خاصه بحياتك. ذكرت انه كان عندك بعض الاغاني الوطنيه وكنت عم بتغني، خلينا هيك نسمع ولو مقطع صغير لإله اليوم، هيك حابين نستفيد من الوقت كرمال نسمعك أكثر. خليكوا يا رب. أغنية اسمها أغنية النصر، وإن شاء الله تعالى هيك يلا بهالأيام هي بيكون هي أيامها. آمين. إن شاء الله بتبصر النور على شاشتكم الحلوة. تفضل. جيش الوطن انتصر، الجيش العربي السوري، وعنا الغدار اندحر. سوري يا أمتنا سوري، بدنا ننزل لك يا غدار. نحن أمي ما بتنزل إلا لا رب السماء، بشار النصر بشار. رجعت أيام الفرح واندمى الجرح اللي انجرح. اصمد يا جولان اصمد، راياتك أعلى صرح. كل ذرة من ترابك
كل زهرة من شبابك، كل زهرة من طرابك، كل زهرة من شبابك ناطرة عطرابك. نصرك لو طال الدهر بدنا ننزل لك يا محتل، نحنا أمي ما بتنزل إلا لا رب السماء وكرم النصر بشار. ما بننسى شهدائنا من دم يطربنا، زراتك طهر ارتوت الله محي رجالنا. بتموني يا بلادي عروحي وعولادي، بتموني يا بلادي عأهلي وعولادي. يا محلى الشهادي والأحلى منا النصر، بدنا ننزل لك يا غدار، نحن أمي ما بتنزل إلا لا رب السماء وكرم النصر بشار. شعب السوري واحد، سوريا بتجمعنا، بنضحي بولد ووالد تيرفرف علمنا. يا سوريا علي بوابك، رجعوا أولادك رجعوا حبابك. يا سوريا افتح بوابك، رجعوا أولادك رجعوا حبابك. صانك الله وجيشك صانك، بالروح بالدم بالصبر. ودائما بنقول النصر يعني تحقق باذن الله، ان شاء الله على ارواح شهدائنا اللي هن يعني بفضل دمائهم نحن اليوم موجودين، واكيد تسلم هالصوت. خليك يا رب. غياث، بالنسبه لك شو هي الصعوبات اللي بتواجهها، او شو مقومات الفنان الناجح، ومين هو قدوتك بالحياه؟ هلا مقومات الفنان الناجح بالدرجه الاولى هو بده يكون عنده موهبه. بس في ناس طلعت بلا موهبه. في ناس طلعت بلا موهبه. هلا نحن بدنا نعطي على الشغلات الايجابيه ما بدنا بالشغلات السلبيه. نحن بنوجه تحيه لكل فنان حاب يعيش وحاب يعمل شيء انجاز شو ما كان يكون، ان كان يعني في عنده موهبه ولا لا. الموهبه بتخلق مع الانسان، نعم، ان كان التلحين او كتابه او غناء. بس الغناء حاله استثنائيه، يعني ما في موهبه الصوت ما أنا عند اي انسان، يعني مميزين اللي فيهم اصوات جميله. ان شاء الله نحن نكون منهم يعني. لا أكيد بالنهايه يعني مو بس بشهاده كل حدا عم يسمعنا حتى بالكنترول يعني. تسلموا. هلا كل اراء حلوه. الفنان ما فيه يقيم حاله. صحيح. الشعب والناس والجمهور هو اللي بده يقيمه قولا واحدا. هي اهم مقوم من مقومات الفنان الناجح. بعدين اختياره للاغاني ولا الالحان اللي بتناسبه وبتناسب حتى شكله هيئته مثلا. الأسمر له شيء، الأشقر له شيء، الأبيض له شيء. أنا هيك برأيي. هي أول مرة بسمع بهيك. مثل العطر. مثل العطر. أنا بعرف حسب الصوت، حسب مساحة الصوت، حسب يعني. طبعاً رشا، مساحة الصوت كتير مهمة. يعني أنا مثلاً مساحة صوتي 10، فيني غني 20، ما فيني غني 20. مساحة صوتي 3، بغني 3، وأنا هيك بكون مبدع. يعني أنا بعطي بالمساحة اللي الله وهبني إياها شيء، بكون أنا مبدع فيه وألف شكل للمستمعين يعني. ولكل المتابعين والجمهور اللي بيحبني وانا بحبهم، هذا التفاعل كثير بيكون رائع. وطبعا الشغل الاهم هي خدمه الفنان. يعني مثلا المعنويات حلوه من المحبين، ولكن بدنا خدمه الاغاني والالحان اللي هو عم يشتغلها. بنتمنى نحن مثلا في اصوات مغموره، في اصوات جميله كثير بنتمنى يتسلط الضوء عليها بشكل او ما. يعني عم نحكي اليوم عن دعم الفنان السوري، يعني اليوم نحن عندنا مثل ما ذكرت غياس مواهب كثير مهمه واصوات جميله، بحاجه اليوم للدعم، بحاجه تكون تحت الضوء وبحاجه للدعم المادي. يعني اليوم طالما الدعم المادي موجود فاليوم انت قادر تغني وتنتج اغاني وتنزلها على الاسواق. يعني خلينا يعني انت ما انك عم سمعاني بالكنترول بدون شيء،
انت حضرتك مجدده، وقت اللي عم نحكي عن الاغاني القديمه اللي تجددت وخاصه الاغاني السوريه، نحن بنقول دائما الاغنيه السوريه هي كانت رساله، يعني وقت اللي كانوا يغنوا من زمان رساله اغنيه كانت يوصلوا من خلالها رساله يعني، وبقت تراث. اليوم رجعنا نشوف خلينا نقول حركه كثير كبيره بتجديد الاغاني السوريه القديمه، قد ايه القصه مهمه؟ هلا ترميم الاغنيه هي بتكون تجديد. اساسيه تجديد الاغنيه صار بقى بده يصير فيها شوية تغيير، أما هي أساسيا ألحانها كلماتها نحن ما فينا نشتغل فيها شيء، أكيد ما فينا نغير فيها تماما. إذا هي التراث يعني تاريخ وحضارة، هو رصيد الفنان يعني الحديث، مو بس القديم اللي أداه بصاحبه الأصلي، هو رصيد الفنان الحديث لأنه بده يتدرب عليه. أنا أول شيء جمهوري بده يسمعني بأغاني معروفة حتى يصير يعرفني بالأغاني الجديدة الخاصة فيني وبالألحان الخاصة فيني. تجديد الأغاني شيء مهم كثير كثير، الناس تسمع تاريخها كمان تماما، هي استمرار للحضاره تماما. طيب دياب مشهور اليوم هيك عنده اغنيه كثير حلوه بنسمعها من صوتك، تحيه لروح الفنان الكبير دياب مشهور. هيلي يا مالي يا مالي ويا مالي، والمحبوب من سافر جرى دمعي حوالي. هيلي يا مالي يا مالي ويا مالي، والمحبوب من سافر جرى دمعي حوالي. هيلي يا مالي هيلي ويا مالي، وتحبون الله ولا تهجرون الصباحية، ورحالون بنص الليل تاودعكم شوي، وتحبون الله ولا ترحالون الصباحية، ورحالون بنص الليل تاودعكم شوي، ورحالون بنص الليل تاودعكم شوي، ورحالون بنص الليل تاودعكم شوي. هيلي يا مالي يا مالي ويا مالي، والمحبوب من سافر جرى دمعي حوالي. هيلي يا مالي هيلي ويا مالي، وتحبون الله ولا تحرموني هالبنية، حرمان العاشق حرام لا تشيلون الخطية، وتحبون الله ولا تحرموني هالبنية، حرمان العاشق حرام لا تشيلون الخطية، حرمان العاشق حرام لا تشيلون الخطية، حرمان العاشق حرام لا تشيلون الخطية. هيلي يا مالي يا مالي ويا مالي، المحبوب من سافر جرى دمعي حوالي. هيلي يا مالي هيلي ويا مالي، وتحبون الله ولا تطول الغيبة علي، يا خوفي طول الغياب ودموعي تعمي عيني، وتحبون الله ولا تطول الغيبة علي، يا خوفي طول الغياب ودموعي تعمي عيني، يا خوفي طول الغياب ودموعي تعمي عيني، يا خوفي طول الغياب ودموعي تعمي عيني. هيلي يا مالي يا مالي ويا مالي، والمحبوب من سافر جرى دمعي حوالي. يسلم هالصوت بالكنترول طلبوها، يعني هاي الأغنية مخرجنا جعفر أحمد يعني اليوم طلبها من حضرتك، تحية لكل الكادر بالكنترول. أكيد نهدي لك الحدا عم يشوفنا اليوم. يعطيك ألف عافية غيث. غياس بدنا نسألك شو المشاريع اللي عم تشتغل عليها هلأ وشو هو جديدك؟
طبعا مثل ما تفضلتوا في اغاني بدنا نجددها وفي اغاني طبعا جديده لنا كثير حلوه هيك يعني بتناسب الايام هي لانه في شريحه كثير كبيره اللي هي شريحه الشباب من شباب وصبايا يعني يعتبروا هدول هن اكبر مسوق للفنان نعم اكبر مسوق غير السوشيال ميديا يعني وصفحات التواصل الاجتماعي وكل هالقضايا هي شريحة الشباب هي اللي أكثر شيء بتسوق الفنان عالميا حتى مو بس محليا على مستوى البلد والوطن العربي على مستوى العالم كله أنا أصدقاء بكل أنحاء العالم طيب. بينطروني بأي شيء جديد ويستقطبوه لعندهم فورا إن شاء الله غياس نتمنى لك كل التوفيق ونشوف اسمك نجم بين الفنانين السوريين بشكر أخير لحضرتك بشكل سريع لأنه الختام حيكون عندك شكر الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون إدارة وعاملين كلياتهم أنا بتشكركم وبتشكركم أنتم كمان رشا ولبنى وكل اللي موجودين بالكنترول وشاشتكم الرائعة الإخبارية وإن شاء الله تعالى دائما بنضل نشوفكم وبتكون لقاءاتنا فرح ومحبة ومصر لسوريا ولشعب سوريا ولجيش سوريا نحن بنتشكر حضورك كثير معنا وهذا الصوت الجميل يعني رشا أنا وليلى رح نختم ونروح أنت رح نتركك مع المشاهدين رح نترك الختام عندك ولكن أكيد قبل بدي أتشكر ليلى وكل الكادر الفني ولكل الشكر لكل حدا رافقنا بصباحنا لليوم بقيت نهار حلو لكم بالخير والصحة وجبران الخاطر كونوا بخير باي 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 شفتها مبتسمي تسأل عن اسمي وبسمة عشقاني عخدودها الحلوة مرتسمي أنا قلبي اطمن وعليها أمن إنه قلبها مكتوب باسمي لما شافتني غمزتها حبيتني برمشها هزت لي وردت لي الغمزة وما مرت ساعة ولا تلت ارباعة وسرقت ببراعة قلبي من جسمي شفتها مبتسمي تسأل عن اسمي وبسمة عشقاني عخدودها الحلوة مرتسمي أنا قلبي اطمن وعليها أمن إنه قلبها مكتوب باسمي